عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاد المنطقة سيدي كتسمى ولاد عبوق موين القطاع، جات ما بين جوج دوابر أو مثلا أو ثلاثة، حنا مجاورين مع ولاد عيسى كان دوار واحد. الجماعة اللي تابعة لها؟ جماعة تاع ولاد عزوز. ولاد عزوز. نعم. ضربوا عزة. ضربوا عزة. ضربوا عزة. المشكل اللي عندكم؟ المشكل اللي عندنا سيدي هو هاد المزبلة اللي تحطت لنا هنا حاشاكم. حنا ما بقيناش كنركضوا بين جيتها. كتأثر لنا على العينين وكدير ريحة بزاف وكاين ذاك الماء ديال الصفية. كيصفيو هادشي ديال الزبل حاشاكم وكيمشي مع الواد والواد فيه البيار كثار ما كتقلش 200 متر و 150 كتلقى بير كلشي البيار ولا كيطلع لنا منهم كاركير يعني تأثرك على الفرشة المائية نعم هادي كيضر الفرشة المائية كثيرة وكيشربوا منه البهايم كيشقوا فيه الدراري الصغار والأقاداء الكثير هو الريحة الناس ما تلاوش قدو نحلوا بيباننا ولا شراجم لا ليل ولا نهار أينما دار البرد كتمشي معاه تابعة لجعفر مصطفى وكاريها لهاد الناس هو ربما ما في علموش وراجل مسكين كبير شويه وراجل معقول كنعرفوه من بكري هو القبيله هو كان صاحب المساكين كيضل معاهم يطلع موبيلتو بفلوسه لكن هنا الدوافع ربما جات من بعد الناس من الاولاد رب الله اعلم كرات هادشي واش عارفين وهو يدير مطرح النفايات هاد الدار ديالو ولا ما يقدرش عدو من داير لي بلا بدم الابناء ديالو هو يا راجل كبير في السن فهمتي ماشي ديالو هادشي فهمتي هنا قصبح لي هادشي ربما هادشي داخل بتحيل اللي ما يقدرش واحد يسمي الريحه الخايبه تحط عندهم شي حاجه باش حطوا قالوا راه هذا مخاف راه مازال ساكت علاش سميتوه هاري كيعرفوا هنا يكون حنا قالوا لنا غيوقفوا هاك يا ميوات شكون يقول كل شيء كيسكت على ما فيه قالوا هاك يا ميوات ساكتين تما واقفين تما مقارين فقط فحال باركين باجينا نشوفوا ذاك كيحطوا في الزبل وكيصفيوه هنا فين والما ديالو كيهود الواد ولاو كاميوات في الليل وفي النهار كيقطروا في الدوار بهذا الريحه كت... شكايات اسيدي هما كاينين لا صيفطوا واحد الشكايه للقياده وصيفطوا شكايه للناس اللي صيفطوا اخوان شكايه العماله وجاو الدارات الملاكي موين البيئه كيقولوا هنا فين جا القايد هنا فين وجا سيدي الدارات الملاكي تا هما هنا فين وهادشي اللي كان بعد شافونا كنجيو هنا فين ولا كيهزوا هادشي وحيدوا فيه من هنا منين هما داروا هنا معصره كأنها مقازه كتبالي ماشي داروا يحطوا الكاميوات، حامل الكاميون سكنوا واحد مول. مع هاد الرواح هي مثلا الكوفيد اللي كان ديال هاد الجائحة ديال الكوفيد. وراه مازال كلشي أصاب كلشي بنادم ما غيجي. بنادم. بزاف ديالهم ما كان عندنا أمراض والو كاع حنا كنا نلعبوا دابا حنا كاع موجودين. حنا كلشي هنا كان ذاك كلشي كان داوي نديروا سقطيرة من راسي أنا وجبد، أنا عندي جوج عمليات على هادشي. من هاد الريحة ما نقدرش أنا نسمى الكاميون ما كنتلقاش لي في الطريق، أنا شفتو أنا كنخرج من الطريق. الكاميون كيجي بالماء. الناس ما منظفينش كيكبوا الماء والزبل وحوت وسير دير ولاد عبو صافي. وكاين سيدي بعض الناس ما كيخافوش شدوك على محل ما كنسمعوا شدوا الماء وهاوكدوه في بير وعاد كيطلعوا علاش ما عندهمش البونبالي غادي تطلع من الواد داروا البونبالي عندهم هما في الفلاحه كيسقوا بعض الفلاحات يقول لك هذه 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 والماء راه هاوكد في الارض. هنا الميره ما بقاش لكن ذاك الماء هاوكد العقم من الارض ب 40 متر لتحت. باش ما قلت كلشي البير مشى تصفى لهم هاد الماء حنا كنهزو الماء دابا انا كنجربو كنلقى عادي في البديك ديال السنان كنلقى الكاركير كاين معمر كاركير كان عندنا حنا راه ولاد فلاحة ولاد العروبية وكنعرفو الحاجة اللي تضر من اللي ما تضر. السلام عليكم حنا سيدي كنشكيو في هاد القضية ديال الكلب انا من سكنة ديال الدوار في ولاد عبو فهمتي زيد هنا وخالق هنا ودابا كاينين الكلاب اللي ولاو يجيو لهنا كيعيشوا في هذه المنطقة هذه في هذه الزبالة والرائحة خايبة الدبان شرينا الدواء ما بقاو بهيم ما بقى حتى حاجة اللي غادي نقول لك اللي هي اللي بقات واش حنا غيمكن لينا نديروا هذه الكمامة في الوقاية ولا نديروا على هذه الحسابة على هذه الحسابة ديال هذه الزبالة هذه الزبالة كتجيب المنفيات من كل قنت ما كنعرفوهاش اشني من السبيطارات من كذا من كذا الدواء ديال شي حاجة اللي هي واعرة عاد تاني الكلاب
كاينين الكلاب، حنا قتلنا 10 كلاب، حنا ماشي كنخافوا من راه حنا قتلنا الكلاب من البلاصه، جينا وضربنا الكلاب من البلاصه. هنا ما مشينا شكينا ما كاينش اللي طانا قال لينا لا راه غنطلقوا ديروا ولا قال لنا ممنوع نقتل حنا الكلاب. الكلاب كانوا لينا بجوج ديال النعاش، كانوا ليا ولد وكريم كانوا لي جوج، واش يمكن ولاو يدخلوا علينا حتى للديار؟ هادشي راه ما حتي وكيمشيو ماشي عارف حتى في الواد، كاين الواد ديال واد مرضي كيعصروا ثاني تما وتم جاي ثاني الواد الاخر بالكاميوات بالكاميوات. شكون غيتفضل فيك؟ بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هاد المطرح حاطينو هنا كمطرح عشوائي، وكنطلبوا من الناس المسؤولين باش يشوفوا في هاد الساكنه كامله اللي حطوا لنا هذا المطرح وسط ربعه الدواوير، وهاد الدواوير كلها مضروره، وحنا في هاد الجائحه ديال كورونا بان احنا مضرورين، وبان كاين هذا المرض كاين هنا في اي بلاصه كيجيبوه كينقلوه كيحطوه لينا، وهذا المرض ملي كيحطوه لينا هنا فين كيتعصر وكيهود الابار. وانا ما عرفوش شحال هذا المطرح شحال عنده في الوقت. هذا المطرح تحط كعشوائي بالنسبه بين شمشين وواد واحد تقريبا واحد ثلاثه اشهر. ثلاث شهور. هما كانوا كانت كوفيد عاد لا قبل من الكوفيد بشي شهرين بحال هكا. يقولوا لنا عباس. وقبل هذا السيد جارنا. وجارنا في البلاد، جارنا في الدوار، هاد السيد اللي حاط لنا هذا المطرح، وحنا ملي كنا كنسولو اش باغي تعمل في هاد الشيء، قال لنا غنحطو كديبو ديال كباركين، وعلى الاخر تفاجئنا بانه حط لنا مزباله هنا فين، وهاد المزباله راه الشركه ديال هذيك هي اللي كاريه من عنده، الشركه تابعه للنفايات، وحنا كنعرفوا النفايات بانهم خاصهم يهزوا من الكاميو يديهم المزباله، وحده هي اللي كاينه في طريق مديونه. ما يكونش تكرار ديال الازبال هنا فين ويتحط عاودي يتحط هنا فين. حنا كنعرفوا زباله وحده اللي كضربت شي هاد الدار بيضاء، هي زباله وحده اللي كاينه في طريق مديونه، وهاد الناس وهاد الشيء من النفايات اللي كيديروا لينا هنا، وولات عندنا الكلاب ضاله، ولينا عندنا رعب في الساكنه ديالنا في الولاد ديالنا. الارض حتى كتشوف فيها دابا ما بقينا كنزرعوا حتى حاجه، ما بقى بالنسبه للمياه الجوفيه اللي زرعناها كتموت لينا. هادشي كاع نقدروا في هذاك، بغينا نعرفوا الحاله ديال الدراري الصغار واش الدراري مرا دراري عندنا امراض بكل شيء، هادشي ديال الجهاز التنفسي في الليل كيقل فهمتي الاكسجين وداك الشيء، وكيخدموا هما بالليل كيكثر عندنا هنا هاد الرائحه، وهاد الرائحه كنمشيو حنا بالليل كنضطروا نديو ولادنا للسبيطارات كيمرضوا لينا. السلام عليكم. الاخ كنطالبوا من الناس السلطان، الناس اللي مكلفين هنا الله يرحم لك الوالدين، وقفوا معنا راه ضرينا في هادشي. حنا اخويا كنطالبوا من السلطات ومن السلطات، كاين اللي عطانا وقت كاين اللي ما عطانا وقت، كاين اللي حن فينا قال لهم تسوق لينا اخويا راه قتلونا. هذا اللي عطاكم وقت اللي ما عطاكم وقت اللي حن فيكم هذاك يعني. احنا راه المقصود راه معارفينه، راه رئيس الجماعه ولاد عزوز اخويا غويناش، عيطنا ليه ما مره ما جوج باش يجي يراقب هذا الشيء، ولكن اخويا مغاشي ما عرفتش واش عليه ضغط، واش هذا الشيء من عنده هو، واش خزنا مشينا قدمنا لي شكايه الاخ ما وغاشي ما شدوهاش من عندنا، دينا شكايه للعماله قبلوها، دينا شكايه لعبد القيد قبل علينا، ولكن الجماعه ديال واد عزوز والو. دابا هادشي اللي بغيت نقول لك الاخ راه كيعصروا وكيغسلوا هذاك الشيء الكاميوات ديالهم ملي كيساليو كيطلقوه مع الواد، سير تشوف الواد اخويا راه حالته خانزه، حاله كارهه ما نعاودش لك، الدراري الصغار كيلعبوا فيه باين كياكلوا منه، كيهود البير، هادشي حنا اخويا ولا كيضر الساكنه مع كورونا وهذاك الشيء، راه ذوك الميكات وهذاك الشيء اللي كيتجمعوا راه كيتخلط وكيتغسل وكيمشي كل شيء، راه كورونا هي هذيك غاده مع الشارعه اخو، غاده مع الواد. بالفعل نيش راه الاخ راه عارف، راه السيد راه ساكن حدانا هنايا ود البلاد اخويا، اللي عطى اللي زعم هاد الناس هادو باش يرميو الازبال هنايا، راه ماشي شي براني ولا شي واحد. وشكرا. عاش محمد السادس. اللهم انا ظلمك، اللهم انا ظلمك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.